Ungkapan terima kasih dalam tiga bahasa. Ungkapan dalam bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Rai Giano, kami persilakan. إخواني وأخواتي من
من السنة النهائية. هذه المناسبة مناسبة ودعية بين الأصحاب والصاحبات، بين الإخوان والأخوات، وبين الأساتذة والأستاذات، مما لا شك فيها أنها واقعة معلمة علينا، ولا ريب فيها أنها حادثة محزنة في قلوبنا، ولقد فاضت أنفسنا حزنا شديدا لما تلقى من مشقة الفراق ومن مشقة حول الوداع. وبفراق ميدان الغلوب وبحرها، وبفراق المرشدين والمرشدات، وبالخصوص السيد الوالد الفاضل الأستاذ أحمد شهيد الدين، السيدة الوالدة الأستاذة أنا هوينة، والسيد الوالد الفاضل الأستاذ محمد مهدي، والسيد الوالد الفاضل الأستاذ هاتم فلاني. وبفراق ما في هذا المعهد المبارك الذي كنا نشرب العلم فيه، والذي نشرب الأخلاق والأدب على مدار 4 أو 6 سنوات، يا زملاء الكرام، أيها الطلبة والطالبات بمعهد دار القلم، إذا كنا نفكر طوال أيام دراستنا، وإذا كنا نفكر إلى عدم زيادتنا وعدة علومنا، فبلغ الحزن منتهى ووصل الضعف قمته، لأننا قضينا أيامنا سدى حتى بقي الجهل منتشرا بين أحوالنا ومراتبنا الفرصة الثمينة. هل يليق بنا أن نقول أننا المجتهدون الحقيقيون، ونحن عن أداء الواجبات متكلفون ومجبرون؟ وهل يليق بنا أن نقول أننا للمعهد المحبون، ونحن عن أوامره ونظامه متكلفون ومجبرون؟ وهل يليق بنا أن ننصب إزدهاء هذا المعهد الميمون، ونحن عن العلم نائمون؟ هيهاتا هيهاتا لما توعدون. فلذلك أيها الإخوة والأخوات، كان فراق هذا المعهد شديدا علينا، لأننا لا نرى نجاحا في تعلمنا ولا زيادة في العلوم حسب البينون. أيها الآباء والأمهات، في هذه الخطة الثمينة شاهدتم أولادكم وبناتكم قد انتهوا من دراستهم، وقد أتى يوم حفلة تخريجهم، وفي هذا اليوم كذلك سنعود إليكم، وكنا مسرفين عليكم وصرمنا على العمل بما تناولنا من العلوم المتنوعة لمجتمع البلاد ودين الإسلام. وإليك أنت يا أخي أنك ترسل لتكون متعلما ومرشدا، تكن أشغالك مع العلم دائما، فإن لم تكن في الغد عالما تجد يومك كل النهار مظلما، وتمشي على الأرض في الليل هائما، ولا تدري أين كنت في الحياة تماما. ساداتي ساداتي، قوموا قوموا قوموا، ولا تحزن عن ذلك هداما، تكن في الدنيا سالما وقومك متبسما. يا عماد ما لا عماد له، ويا ركن
ويا مجيز اللطف ويا عدم الرجاء أنت اللهمنا علما نعرف به أوامرك نعرف به نواهيك وارزقنا بلاغة فهم النبي وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأخوة والأخوات، ها هي التي ما استطعت أن ألقي إليكم في هذه اللحظة الطيبة راجيا للمولى عز وجل أن يرفعكم بكلمات هذه طالبا العفو منكم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وأنا إليه أنيب. والأخير مع السلامة مع السلامة مع السلامة إلى اللقاء بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله.